السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لغز فقهي، لغز فقهي كده ننشط بيه الذاكرة. تعالوا نشوف اللغز ونشوف إجابة ذلك اللغز. اللغز بيقول: صلاة رباعية سرية لا يشرع إقامتها في المساجد، وليس هناك أي عذر للتخلف عن تلك الصلاة من مطر أو غير ذلك، فما هو جواب ذلك اللغز؟ فكر كده. الجواب بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم هو: إذا اجتمع العيد مع صلاة الجمعة فأنت صليت العيد فلا تجب عليك صلاة الجمعة، يبقى هتصليها ظهر، ولا يشرع إقامة صلاة الظهر في ذلك اليوم في المساجد، لأن في ناس هتصلي في ذلك اليوم صلاة الجمعة. تمام كده، يبقى هتصليها ظهر جماعة مع أهل بيتك في البيت، وليس هناك عذر من مطر أو غيره لأنك هتصليها في الشقة بتاعتك يعني في بيتك، فليس هناك أي عذر للتخلف عن تلك الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وأن يعلمكم وأن يرزقنا يا رب العالمين بصيرة ثاقبة، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان